السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع دراسة الدرس الثاني، امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الإسلام. امتداد الدولة الأموية أي توسع الدولة الأموية، ولكن لنا سؤال: لماذا اهتم خلفاء بني أمية باتساع الدولة الإسلامية وامتداد الدولة الإسلامية؟ لها أسباب، من ضمن هذه الأسباب نشر الإسلام ورفع راية التوحيد، نشر الإسلام ورفع راية التوحيد. وبالرغم من ذلك إلا أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإنما انتشر بالمعاملة الطيبة، لأن حكام الدولة الإسلامية ساروا على مبادئ الإسلام وأخلاقياته. أهم الفتوحات التي قامت في عهد الدولة الأموية، هذه الصورة تظهر لنا امتداد الدولة الأموية. امتدت الدولة الأموية شمالاً، وامتدت الدولة الأموية أيضاً شرقاً، وامتدت الدولة الأموية غرباً. نأتي إلى الفتوحات في الشمال، آسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط. استطاع خلفاء بني أمية فتح بعض المدن في آسيا الصغرى مثل مدينة هرقلة وعمورية، وأيضا استطاعوا فتح بعض الجزر مثل جزيرة قبرص وكيريت. حاول خلفاء بني أمية فتح القسطنطينية. القسطنطينية هي عاصمة الروم البيزنطيين، ولكن لم يتمكنوا من فتحها بسبب قوة حصونها ومناعتها، وحاولوا أكثر من مرة فتحها ولكن باءت محاولاتهم بالفشل ولم يستطيعوا. ثم نستكمل بعد ذلك الفتوحات في المناطق الغربية. عندنا فتوحات في شمال إفريقيا، وهذه التي ابتدأها عقبة بن نافع الفهري، والذي تمكن من بناء مدينة القيروان التي أصبحت قاعدة حربية ثابتة للجيش. ثم بعد ذلك استشهد عقبة بن نافع وتولى من بعده القائد حسان بن النعمان، الذي استطاع إخراج الروم تماما من شمال إفريقيا، وعمل لنشر الإسلام وتقوية النفوذ هناك. بلاد المغرب تنقسم إلى أسماءها الآن: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. ولكن سابقا كانت تلقب المغرب الأدنى، المغرب الأوسط، المغرب الأقصى. في عهد الوليد بن عبد الملك عين موسى بن نصير واليا على إفريقية، وهي تونس حاليا، هذه. فزاد دخول البربر في الإسلام، وعين طارق بن زياد على طنجة واليا على طنجة. من هم البربر؟ هم السكان الأصليين لهذه المناطق، لبلاد المغرب، ولكن دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، وتم اختيار أشخاص منهم حتى يكونوا قادة، ومن ضمنهم طارق بن زياد الذي استطاع فتح بلاد الأندلس. استطاع طارق بن زياد فتح بلاد الأندلس بعد معركة كبيرة تسمى معركة وادي لكة، انتهت بانتصار المسلمين. ثم تابع بعد ذلك فتوحاته حتى تمكن من ضم معظم المناطق والمدن الأندلسية. المضيق الذي يفصل بين بلاد الأندلس وإفريقيا، وهو نفسه المضيق الذي مر من خلاله طارق بن زياد، هو مضيق جبل طارق. بلاد الأندلس اليوم، في يومنا هذا، ما اسمها؟ اسمها إسبانيا. الفتوحات في الشرق، الذي قام بها قتيبة بن مسلم الباهلي عندما استطاع أن يتخذ من مدينة مرو قاعدة لفتوحاته، ونشر الإسلام في الشرق، واستطاع فتح عدة مدن من بلادنا وراء النهر. ثم واصل فتوحاته حتى وصل إلى مدينة كاشغر على حدود الصين، وقد استطاع المسلمون بمعاملتهم الحسنة جذب كثير من سكان تلك المناطق إلى الدخول في الإسلام. يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
فتح بلاد السند. تولى القائد محمد بن القاسم الثقفي جيش المسلمين لفتح بلاد السند، واستطاع دخول مدينة الديبل ومدينة الملتان بعدما انتصر على ملك السند داهر. إلى هنا ينتهي درس امتداد الدولة الأموية. طبتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.